أهلا وسهلا بكم في مادة الـ CNC Technology and Programming. موضوع محاضرة اليوم هو الـ CNC Programming for Positioning. عشان أتعلم البرمجة بالـ CNC وأكتب برامج، الأول لازم أشوف الـ Positioning، كأني بقى هكتب برامج أمشي في الهواء أو أتحرك من نقطة لنقطة أو أمشي على مسار معين قبل ما نعمل برامج نقطع في المعدن. السي ان سي بروجرامينج فيه البوزيشننج. قبل ما ابدا البروجرام جوب، من المهم جدا اكون فاميليار بالبارت بتاعي اللي انا هعمل له عمليه برودكشن. فنتعلم الاول ازاي اقف فوق المشغوله بتاعتي واتحرك في المشغوله في الهواء قبل ما انزل داخل قطعه الشغل واعمل عمليه الماشيننج. من الرسومات الهندسية، البروجرامر المبرمج لازم يكون قادر على تخطيط عملية الماشينينج. هيبدأ بإيه بالظبط، وإيه الكاتنج تول اللي هيبدأ بيها، والمسار اللي هيمشيه، وبعد كده إيه عملية التشغيل التانية وعملية التشغيل التالتة والأدوات المستخدمة، هيمسك المشغولة إزاي. المفروض الحاجات دي تكون معروفة للمبرمج. كذلك المفاهيم النظرية لازم أكون حاططها وأنا بكتب المير سكريبت بتاعت البروجرام بتاعي كفيرست ستيب قبل ما ديفولوب البارت شون. يعني ممكن أستخدم بعض السكتشز، أتخيل بدماغي، أعمل سيموليشن على سبيل المثال بعد ما أكتب كل سطر أشوف المكنة بتتحرك إزاي. في بعض الجايد لاينز لازم اتبعها عشان اعمل برنامج بدون مشاكل. اول حاجة لازم افحص الرسم الهندسي للشغلة المطلوب انتاجها. تاني حاجة لازم افكر هعمل هولدنج للورك بيس او الرو ماتيريال ازاي. تالت حاجة ايه الكاتنج تولز اللي انا هستخدمها وطريقة مسك كل كتر. رقم 4، لازم البروجرامر يشوف الريفرنس بوينت، نقطة الأصل فين على الورك بيس، عشان هي دي اللي هيتقاس منها الإكس والواي والزد. بعد كده هيبدأ البروجرامر في كتابة خطوات البرمجة، وياخد باله إن هو لما بيكتب البرنامج بيستخدم كتر واحد في المكنة في المرة الواحدة. بعد كده هيحول كل أوبريشنز لبروجرام ويعمل سيموليشن للبروجرام ده لو أمكن على المكنة أو على أي سوفت وير عشان يشوف يا ترى المكنة هتمشي طبقا للبروجرام ولا في حيود معين. Dimensioning السيستم اوف ريكتانجولار كوردينيتس هو ده المستخدم في السي ان سي ماشينز، وبالتالي لازم ده يبقى considered على الدروينج. وكذلك وانا بفكر هكتب البرنامج ازاي، في بعض الجايد لاينز خاصه بعمليه الدايمنشننج في كتابه البرنامج سواء للديزاينر او التكنيشن او البروجرامر او الماشين اوبريتور. يبقى كل الناس دي اللي عمل ديزاين للسي ان سي لازم يكون عارف الدايمنشننج سيستم والتكنيشن والبروجرامر والماشين اوبريتور. Dimensioning Guidelines، أول حاجة لازم أعرف أسطح البارت بحيث يكون عندي تلات أسطح متعامدين أو تلات مستويات متعامدين على بعض. ليه؟ لأن أنا بستخدم إحداثيات كارتيزية متعامدة الـ X والـ Y والـ Z، وبالتالي عندي المستوى X Y، المستوى X Z، المستوى Y Z. بعد كده بشوف مستويات مرجعية على المشغولة أو على الجزء بتاعي متسق وموازي للماشين أكسيز الثلاث محاور الـ X والـ Y والـ Z. بعد كده بعمل عملية Dimensioning، ممكن أعمل Redimensioning على based على الدروينج، ممكن أكرر أبعاد مفيش أي مشكلة، بس الدايمنشن بيكون من نقطة محددة على سطح الجزء. عايز أتحرك في المستوى X و Y على سبيل المثال، يبقى فيه نقطة على السطح على المستوى اكس واي هي اللي هنطلق منها للنقطة المستقبلية. رقم 4، بعمل دايمنشن للبارت بيكون واضحة جدا، واخد بالي وانا بجيب مثلا بعد معين
ان انا بطرح رقمين من بعض او بجمع رقمين على بعض عشان اجيب البعد، ان البعد ده بيترجم بيتكتب داخل البرنامج. وبالتالي لو في اي خطأ في الحسابات او اي جيسنج تخمين لبعض الابعاد دي هتتنفذ as it is، المكنة هتنفذها، وبالتالي ممكن اغلط في البرنامج نتيجة الخطأ في الدايمنشنينج، وبالتالي البارت هيبقى غير مطابق للدروينج. رقم 5، لازم اعرف السي ان سي كاتر باث، يا ترى الكاتر المسار اللي هيمشي عليه ازاي، هيمشي من فين يروح فين، بحيث يبقى سهل البرمجة. لان خلي بالك انت بتتخيل وانت بتبرمج ان الكاتنج تول هي اللي بتمشي على الورك بيس، لكن في الاكشوال هو ده اللي انا مهتم بيه، في الاكشوال التيبل هي اللي ايه هتتحرك عشان تظبط الاكسيز. انا وببرمج متخيل ان التب بقى بتاعت الكاتنج تول هي اللي بتتحرك بقى في اتجاه اكس، في اتجاه واي، في المستوى اكس واي، في المستوى واي زد، وبناء عليه بكتب البرنامج. وانا ببرمج لازم اكون محدد الزيرو على الورك بيس اللي انا هنطلق منه. الصفر عندي نقطة الأصل اللي بقيس منها بقى إكس 10، يبقى همشي من الصفر ده 10 في اتجاه الإكس. فمهم جدا أحدد الصفر على المشغولة. الماشين 0 بوينت، عندي 3 نقاط مهمين جدا على المكنة. أول حاجة النقطة اللي بيحطها الديزاينر دي الريفرنس بوينت، دي عادة بيحطها في أبعد نقطة، الماكسيموم ترافل اوف ماشين. الصفر الآر ده لو أنا قلت للمكنة روحي للريفرنس بوينت أو روحي للزيرو بتاع المكنة أو الريفرنس بتاع المكنة، الآر ده المكنة كل الأكسات هتتحرك الإكس والواي والزد، ولو في أكس رابع ولا خامس كل ده هيرجع للمكان الأصلي الهوم بتاع المكنة، الماشين هوم، خلاص رجعت كده للنقطة المرجعية. وفيه الماشين 0 بوينت، ده صفر المكنة اللي الأبعاد كلها بتكون صفر، إكس صفر، واي صفر، زد صفر، ككوأوردينيت سيستم التيبل هتروح لإكس صفر واي صفر، والسبندل هيروح للصفر بتاعه. أما المهم بالنسبة لي كبروجرامر بحط البرنامج هو البارت 0 بوينت، الورك بيس 0 بوينت، عشان هي دي نقطة الانطلاق عندي، أدي الورك بيس، فبحدد مثلا في الكورنر ده نقطة الأصل بتاعتي، وبالتالي لما أعرف المكنة إن دي نقطة الأصل هتتحرك بقى الإكس والواي والزد، مش ريفرنس للمكنة، لأ ده بالنسبة للورك بيس، لأن أنا هعمل تشغيل على الورك بيس وبالتالي هتحرك على الورك بيس. طب عشان احدد الصفر على المشغولة اعمل ايه؟ في طريقتين لتحديد الصفر على المشغولة، بعد طبعا ما انا اعمل هولد للبارت على المكنة. الطريقة الاولى ممكن استخدم مانوال سيتنج، والطريقة الثانية absolute zero shift. الطريقة الأولى المانوال سيتنج، بظبط يدويا الأوبريتور هيستخدم الماشين كنترول يونتس عشان يودي السبندل عند نقطة محددة، وطبعا الإكس واي كوردينتس التيبل هتتحرك، ويقول له النقطة دي هو نقطة الأصل، هيعمل الكلام ده يدويا ويحجز في المكنة النقطة دي يسميها باسم. عادة في أغلب الماشين كنترول بتكون الصفر محجوزة من جي 54 لجي 59، يعني ممكن أقول للمكنة يدويا بقى دي نقطة الأصل وهسميها جي 54، دي نقطة الأصل وهسميها جي 55، وبالتالي ممكن يبقى عندي كده أكتر من نقطة أصل على المشغولة، وأسمي كل نقطة باسم مختلف عن التاني، يعني أقول دي اسمها جي 54 والنقطة التانية اسمها جي 55، وبالتالي المكنة عرفت لو قلت له روح للمكان الفلاني ده إكس كذا واي كذا جي 54، يبقى هو هيقيس من نقطة الأصل جي 54، جي 55 هيقيس من نقطة الأصل جي 55. يبقى كده في
الماشين ممكن اسجل نقطة الاصل بجي 54 جي 55 جي 56 جي 57 جي 58 جي 59. هيعمل ايه بقى المكنة؟ هتعمل شيفتنج او اوفست لكل الابعاد وتخزنها في الميموري بتاعتها. هيحصل لها اكتيفيشن امتى؟ لما تيجي المكنة تقرا السطر وتلاقي فيه جي 54 لحد جي 59. يبقى كده انت بتقول للمكنة ده الصفر، دي نقطة الاصل، والمكنة بتكون فاكراها بالظبط فين هي على المشغولة. الطريقة التانية اسمها الابسوليوت زيرو شيفت، دي هتغير بقى البوزيشن بتاعت الكوردينيت سيستم باستخدام امر معين في البرنامج. المبرمج في الاول بيودي الماشين سبندل للهوم زيرو، هيوديها للهوم بتاعها باستخدام طبعا الكوماند جي 28. المكنة هتروح للريفرنس او الهوم بتاعها. بعد كده في كوماند اسمه جي 92، ده هيعمل ابسوليوت زيرو شيفت، هيشفت كل الابعاد، هيقول للماشين كنترول يونت المسافة ما بينك وبين الهوم زيرو لوكيشن قد ايه، وبالتالي هيحسب الابعاد كأن انا بشغال من الهوم زيرو. الارقام اللي متضافة دي متشفتة او حصل لها اوفست من الابسوليوت زيرو، كأن عملت ابسوليوت زيرو شيفت من الهوم بتاع المكنة. وفي كلتا الحالات لازم ألمس بقى السبندل بتاعي على الورك بيس في النقطة اللي أنا محتاج أعملها الصفر بتاعي. وفي العادة في بعض الماكينات بيكون فيه موجود سنسور، مجرد ما التول دي تلمس المشغولة، ففي سنسور فوق عن طريق بريشر كده بضغط ضغطة بسيطة على الورك بيس، فكده حس إن فيه، هتقول له دي نقطة الأصل، حس بالبوزيشن ده هتقول له دي نقطة الأصل، فيخليها هي دي صفر المشغولة ويقيس منها الإكس والواي والزد. دي طبعا خلاص هينسى الصفر بتاع المكنة اللي هو صفر الام ده، الماشين زيرو. الكوردينيت سيستم المستخدم في عملية البرمجة سواء بروجرامينج فور بوزيشننج او غيرها، في ابسولوت بروجرامينج وفي الانكريمنتال بروجرامينج. الابسوليوت بروجرامينج بعد ما انا احدد نقطة الاصل على المشغولة، وده الرمز بتاع نقطة الاصل على الشغلة، هتحرك بقى عشان اعمل الهولز دي، الفتحة الاولى والتانية والتالتة، هتحرك من فين؟ من نقطة الاصل دي. طب هروح للهول واحد من نقطة الاصل، وهروح لهول اتنين من نفس نقطة الاصل، واروح لهم تلاتة من نفس نقطة الاصل، يعني بتبعد كده الهول الأولانية في اتجاه مثلا الإكس ده واحد، الهول التانية تبعد اتنين، الهول التالتة تبعد تلاتة من نقطة الأصل، وطبعا الواي بتاعتها كلهم لهم نفس الواي اللي هي المسافة من نقطة الأصل لحد المحور اللي موجود عليه التلات فتحات. يبقى كده في الأبسوليوت Positioning ان انا بنسب كل الابعاد لنقطة اصل واحدة ثابتة في كل البرنامج، حاططها في الكورنر على البارت. النوع الثاني اللي هو الانكريمنتال، انكريمنتال Positioning هتبقى بقى نقطة الاصل هستخدمها في اول مرة، وبعد كده نقطة الاصل هتتغير بقى، وبالتالي وانا بحط الابعاد بتاعتي كبوزيشننج يهمني اعرف المسافة بين كل نقطتين هتحرك منهم من نقطة لنقطة، يعني هتحرك من النقطة دي، ده الصفر اللي انا حددته على المشغولة، وبعد كده هنطلق للنقطة اللي بعد كده، يبقى يهمني المسافة دي، يبقى انا حاطط المسافة دي على الابعاد، وبعد كده هتحرك، طبعا انا اكون في النقطة دي هتحرك اكس وواي، وبعد كده هتكون هي دي نقطة الاصل للحركة الجاية. طب هتحرك من فين لفين؟ هتحرك من هنا لهنا. يبقى اذا يهمني المسافة دي، عشان كده حاطط الابعاد بتاعتي وما يتسق مع الانكريمنتال بروجرامينج. بعد كده هنطلق للنقطة التالتة، وبالتالي دي نقطة الاصل الحالية،
هتحرك النقطة الثالثة، يبقى همين المسافة دي، كاتب المسافة دي في الأبعاد. يبقى كده أخد بالي وأنا بحط الأبعاد، هستخدم incremental programming ولا absolute programming، سواء based على الأبعاد المحطوطة أو إن أنا أعمل بقى redimensioning على حسب ال coordinates أو المود المناسب للبرمجة. بعد كده الكتر لينث اوف سيت، لازم اعمل استعواض واعرف المكنه بطول الكتر. عندي كده الصفر اللي بيتقيس منه، لو قلت له زد صفر على الهيد بتاع المكنه بيكون هي النقطه دي، وبالتالي لو قلت له لما حددت نقطه الاصل هنا اكس بصفر واي صفر زد صفر، لو قلت له انزل زد صفر هيعمل ايه؟ هيجيب سطح المكنه ده ويلامس سطح الورك بيس. طيب التول فين؟ كده المكنه مش شايفه طول الكاتنج تول، يبقى من غير ما اعمل لينث كومبنسيشن استعواض لطول اداه القطع هتتحرك زد صفر على سطح المشغوله، هيبقى الاكس والواي والزد على سطح الورك بيس، نقطه الاصل اللي انا عرفتها. يبقى كده لازم بعد ما اعرف نقطه الاصل اعرف المكنه بطول العدة بتاعتي المستخدمة. يبقى لازم أعمل cutter length offset أو cutter length compensation، ما ينفعش أسيب المكنة تتحرك بالهيد بتاعها، لازم تقرأ طول الكتر. وبالتالي بعد عملية الكومبنسيشن كتول لينث المفروض نقطة الأصل بقى هتنتقل الزد بالتحديد، الصفر بتاع الزد ينتقل من هنا لآخر التول، يبقى كأني بقى هبدأ الزد بتاعتي الصفر بتاعي هيكون عند النقطة دي، وبالتالي لو قلت له روح لزد صفر يبقى أداة القطع هتتحرك، أو الهيد بتاع المكنة هتتحرك لحد هنا، يبقى أداة القطع تيجي هنا لو قلت له زد صفر. كده انا ايه حميت الكاتنج تول انها تصطدم بالتيبل وبالتالي تحصل مشكلة. يبقى كده بعد ما عملت الكومبنسيشن اصبحت نقطة الاصل هي النقطة دي. طبعا هتكون الكاتنج تول اللينث كله عبارة عن الكاتنج تول مع التول هولدر، مش الكاتنج تول بس، انا حاطط الكاتنج تول داخل الهولدر اللي هيمسك لي الكاتنج تول، يبقى كل المسافه دي اسمها التول لينث. يبقى كده لما اعمل كومبنسيشن ده كده انا خدت الكاتنج تول، طول الكاتنج تول وطول الهولدر، يبقى المسافه دي كلها هيعمل لها استعمل لها استعواض او اوفست، كان الزد اترحلت من هنا لهنا اخر الكاتنج تول. طيب ايه الامر اللي هعمل بيه كتر لينث اوفست؟ عبارة عن كود اسمه جي 43، وبعد جي 43 في نفس السطر اكتب رقم التول مسبوقة بالحرف اتش، يبقى الهايت بتاع او اللينث بتاع التول الركبة في المكنة. على سبيل المثال عندي تول رقم 3 ركبة في السبندل، وانا عايز اخلي المكنة تستعوض او تعمل اوفست لللينث ده، فبقول له جي 00، روح بسرعة، جي 90 يعني هيمشي في الهواء، جي 90 ابسولوت بروجرامينج، جي 43 استعوض طول التول اللي راكبه. طب التول ده رقم كام؟ اتش 3 او اتش 03، ويروح بسرعه قال له جي 00. طب لازم ادخل له اكس او واي او زد، فادخل له زد صفر، يبقى كده هينزل بسرعه لحد سطح الشغله، يبقى كده يبقى واقف في البوزيشن الموضح بالشكل ده. يبقى كده هيجيب الكتر داون تو ذا توب اوف ذا بارت، الامر السطر ده هينفذه ازاي؟ يستعوض طول الشغله، ويبقى كده الصفر انتقل لتحت عند نهايه الكاتنج تول، ويجيب السطح بتاع الكاتنج تول السطح السفلي لحد سطح المشغوله ويلمسها. زي ما عملت كومبنسيشن او اوفست لللينث هعمل برضه للديامتر كتر دايمتر كومبنسيشن. ليه؟ لأن أثناء البرمجة كأني ماسك النقطة التب بتاعة
الكاتنج تول هي السنتر لاين بقى بتاع الكاتنج تول. يبقى متخيل كده ان الكاتنج تول عبارة عن نقطة، وفي الحقيقة الكاتنج تول دي ليها دايامتر، ليها حيز في الفراغ. وبالتالي لو انا مش عامل الكاتر كومبنسيشن وهبدأ عايز امشي على البروفايل ده على سبيل المثال، يبقى كأن الكاتنج تول هتبقى ماشية بالسنتر لاين بتاعها، السنتر لاين اللي هو ده، وتبقى ماشية على البروفايل. طب هي بتقطع بالجنب بتاعها اللي هو ده، يبقى هتعمل لي بروفايل مختلف عن البروفايل ده، مترحل معمول اوفست. يبقى انا لازم اعمل اوفست لفوق بقى بمقدار نصف قطر التول. يبقى لازم اعمل اوفست، اخلي الكتر لما اعمل اوفست بدل ما هي واقفة هنا سنتر لاين بتاعها، السنتر لاين بتاعها يجي فوق وبالتالي تقف بالشكل ده عشان تقطع بالجنب وتمشي على البروفايل المطلوب. طيب اعمل الكتر ديامتر كومبنسيشن ازاي؟ ادي الكاتنج تول واخد بلان مسقط، وادي الورك بيس في المستوى اكس واي. الامر اللي هعمل بيه كتر ديامتر كومبنسيشن لا اما جي 41 او جي 42، والغي الكومبنسيشن بجي 40 واكتب رقم التول، بس هستخدم قبلها حرف دي فور ديامتر. يعني على سبيل المثال جي 41 ده بيعمل كومبنسيشن ليفت، يبقى كاني لو واقف هنا الكاتنج تول واقفه هنا سنتر لاين بتاعها، فهتروح لاتجاه الشمال عملت الكومبنسيشن للشمال. او كاتر كومبنسيشن رايت، الكاتنج تول على سبيل المثال واقفه هنا، فانا هعمل كاتر كومبنسيشن رايت، يبقى الكاتنج تول هتتحرك لليمين هتيجي هنا، والغي كومبنسيشن ده بجي 40. بعض الهندس، ما دام انا هحرك المكنه حرك السبندل على سبيل المثال ام 03، حرك السبندل كلوك وايز، لازم ادخل للمكنه عايز الكاتنج سبيد قد ايه، الار بي ام قد ايه، وبالتالي لازم اكتب اس ورقم السبندل سبيد عشان بالار بي ام طبعا عشان السبندل يدور. ولو هتحرك التيبل هتحرك او حتى الهيد الزد، لازم ادخل الفيد ريت عشان احرك الكاتنج تول او الورك بيس. يبقى الاكس والواي والزد محتاج الفيد بتاعهم، يبقى اف رقم اس رقم زد بلس، ده هيرفع لك الكتر above the work piece. انا طبعا محدد الصفر بتاع الزد على الورك بيس، لو زد الموجب بيتحرك لفوق، زد سالب يبقى محتاج فيد بقى، الكتر هيدخل داخل المشغولة ويبقى فيه retract distance for the work piece recommended قبل ما اعمل الجي 00، لان ممكن حد كان يسأل منكم انا ساعة ما عملت compensation للlength قلت له جي 00 زد صفر، طب ما كده هيلامس الشغلة يعني هيخبط في الشغلة لأن الجاب المسافة صفر. بيقول لك يفضل إن أنت تحط retract distance for the work piece تتدخل للمكنة كمانوالي. ال NC أو numerical control codes، البلوك نمبر بيبدأ ببلوك نمبر N، preparatory code G، بعد كده miscellaneous code M، بعد كده البوزيشنز بتاعتي او الموشن في اتجاه اكس في اتجاه واي، بعد كده في اتجاه زد. افكركم بريباراتوري كودز جي عن جي 90 ابسولوت كوردينتس، جي 91 يستخدم ريلاتيف كوردينتس او انكريمنتال، جي 00 ده رابط ترافرس ما بقطعش، بعمل بقطع في الهواء او بمشي في الهواء، جي 01 ستريت لاين انتربوليشن وبعمل عملية كاتنج طبعا، جي 02 كاتنج سيركولار انتربوليشن كلوك وايز، جي 03 سيركولار انتربوليشن كاونتر كلوك وايز، جي 04 عملية دويل ويت يستنى ويعمل بوزنج بتوين تو موشنز على الاكسس، وهنشوف استخدام الجي 04 لما نعمل الكان سايكل. جي 05 بعمل بوزنج بيستنى عشان مستني اي انترفنشن تدخل من اليوزر، تضغط على حاجة معينة عشان يستمر يكونتينيو. الام كودز او بعض الميسلينيوس كودز، ام 00 بوز يقف،
M01 optional stop، M02 end of program، M03 spend on، M05 spend off، M06 tool change، M08 coolant مثلا في بعض الاكسسوارز لو مركبها على المكنه زي الكولنت شغل الكولنت، M09 اطفي الكولنت، M10 وM11 برضو دي اي اكسسوارز خاصه بالماشين فانكشن. السي ان سي بروجرام لو كان عندي N001 مثلا ده رقم السطر G90 G01 اكس نص واي نص زد صفر اف واحد، معنى الكلام ده رقم السطر بتاعي ال N G90 هستخدم ده بريباراتوري كود طبعا G، هستخدم ابسوليوت بروجرامينج G01 ده برضو بريباراتوري كود، ده هستخدمها واعمل لينير انتربوليشن هقطع في المعدن، اكس نص ده الاكس كوردينيت اتحرك التيبل مسافة نص، واي نص نفس الكلام بس في اتجاه واي، زد صفر زد كوردينيت يبقى الكاتنج تول هتيجي فوق سطح المشغولة بالظبط، F1 معناها الفيد ريت لو انا مستخدم نظام انش هيبقى انش لكل منت، الفيد ريت انش لكل منت او مستخدم المترك يبقى مليمتر بير منت. السي ان سي بروجرامينج اوف اركس برمجة الاقواس، العمدة في هذا الباب هو الكودين دول G02 وG03، يبقى اذا برمجة الاقواس لما انا عايز اعمل قوس لازم لا اما اكتب G02 او G03. G02 لو القوس اللي انا هعمله بيبدا من نقطه وينتهي بنقطه، المسار اللي انا هاخده في اتجاه عقارب الساعه. G03 المسار اللي انا هاخده او القوس اللي هاخده هيبقى الحركه في اتجاه عكس عقارب الساعه، يبقى G02 ده كلوكوايز، G03 كاونتر كلوكوايز. هل G02 او G03 بس؟ لا، لازم اكتب حاجة بعد G02 اللي هما الاكس والواي، وبعد G03 هما الاكس والواي، يبقى كده احنا زي G01 بس هتزيد حاجة، لازم يبقى في اي انديكيشن لنصف القطر بتاع القوس. في طريقتين لبرمجة الاقواس هندرسهم، في طبعا اكتر من طريقتين بس احنا هنركز على طريقتين. طريقة الار ان انا هكتب الراديوس نصف قطر القوس، الطريقة التانية انا ههتم باحداثيات المركز والبعد بينها وبين نقطة البداية وانا قبل ما اتحرك في القوس، يا ترى كأن المركز ده اتحرك في الموجب ولا بالسالب ولا في اتجاه اكس ولا في اتجاه واي، هنشوف الكلام ده بالتفصيل في الشرايح القادمة. في اكتر من طريقة لبرمجة الاقواس، اشهرهم طريقتين. الطريقة الاولانية ان انا بستخدم الار او الراديوس، والطريقة التانية بستخدم الاي والجي والكي اللي هي احداثيات مركز القوس. فبيكون عندي دايركشن وبعد كده الفاينل بوزيشن انا رايح فين، اتحرك من نقطة لنقطة على قوس من دايرة، بعد كده لازم ادخل نصف قطر القوس ده الراديوس. الدايركشن عندي لا اما كلوكوايز لا اما كاونتر كلوكوايز، كلوكوايز يبقى G02 كاونتر كلوكوايز يبقى G03. الفاينل بوزيشن بيكون اكس والواي، اكس كذا واي كذا لو في مستوى. الراديوس بستخدم الرمز الليتر ار، يبقى كده عندي لا اما G02 او G03 اكس كذا واي كذا ار كذا، كده انا اقدر ابرمج القوس بتاعي. الطريقه الثانيه ان انا هستخدم السنتر بقى، احداثيات مركز يهمني بقى مركز القوس ده، فبستخدم الاي والجي لو انا في مستوى عشان اشوف مركز القوس ده اخباره ايه. الاي ده في اتجاه الاكس والجي في اتجاه الواي، بس ماليش دعوه بقى بنقطه الاصل اللي هي موجوده او النقطه اللي انا حاططها على المشغوله الزيرو بوينت على الورك بيس، ماليش دعوه بالكلام ده. امال ليها دعوه بايه؟ بمركز القوس، كان هو ده، هي دي كانها نقطه الاصل بتاعتي. اشوف انا هتحرك ازاي وانا بعمل القوس، عيني على نقطه بقى البدايه والمركز، هنشوف بنعمل الكلام ده ازاي في الشريحه القادمه. برمجة القوس باستخدام الار، افترض عندي مشغولة على هيئة اسطوانة، المركز بتاعها هو ده نقطة الاصل زي ما هو مبين في الشكل ده. القطر بتاع الورك بيس 2 فاي 2، وبستخدم اداة قطع سميتها الاداة رقم 1 T01، نصف قطر او قطر الاداة دي فاي نص. فعايزين نعمل ايه؟ عايزين نعمل
circular interpolation باستخدام ال r. تعالوا نكتب البرنامج كده. يعني انا عايز اعمل القوس ده، يعني افرغ الحته دي اللي هي باينه باللون الاخضر. يبقى كده الاداه هتبقى موجوده، اتحركت كانت فوق المشغوله ونزلت تحت واتحركت لفوق، يبقى ده linear interpolation. وبعد كده هتتحرك circular interpolation، وبعد كده عملت نص الدايره، وبعد كده هعمل نص الدايره الثانيه. طيب تعالوا نشوف البرنامج هنكتبه ازاي. الاول اقوله جي 00 بتحرك في الهواء، جي 90 ابسولوت بروجرامنج، ونقطه الاصل هي مركز المشغوله عندي، مركز الدايره. جي 54 سميت نقطه الاصل جي 54، يبقى من جي 54 اكس 0 واي 0. يبقى كده هو واقف فين؟ واقف فوق نقطه الاصل، يبقى اداه القطع واقفه فوق نقطه الاصل. بعد كده ما دام عندي تول تي 01 هبدا اعرف التول اللي راكبه ديت، اعمل لينث كومبنسيشن، لينث اوفست جي 43 اتش 01 زد 1. يبقى كده الى الان اداه القطع واقفه فوق نهايه اداه القطع اللي من تحت التب، بينها وبين المشغوله 1 مللي او 1 انش حسب انا ببرمج بالمتر او بالانش او بالمليمتر او بالانش. بعد كده هشغل السبندل ام 03، شغلت السبندل في اتجاه عقارب الساعه بسرعه اس 700 لفه في الدقيقه ار بي ام. بعد كده هنزل بقى في المعدن جي 01، هنزل خطيا في المعدن لحد فين؟ لحد زد سالب نص، يبقى هياخد نص ملي من المعدن ده بفيد، محتاج الفيد للنزول اف 60 مليمتر بير مينيت. بعد كده هيتحرك جي 01 واي 75، ما يتحرك لاعلى في اتجاه الواي لاعلى بفيد 20، ده كله في المعدن، يبقى ده لينر انتربوليشن. احنا كده جاهزين نعمل السيركولر انتربوليشن. جي 03 هتحرك عكس عقارب الساعه من النقطه اللي انا واقف فيها دي لنص الدايره. الواي بتاعتي بقى في الحاله دي تبقى جي 03، ادي الواي اهي، الاكس هي الاكس، مش هتحرك لا يمين ولا شمال، امال اتحرك كاني اتحركت لاسفل بس ايه على قوس من دايره في اتجاه عكس عقارب الساعه جي 03. واي سالب 75% ار نصف القطر اهو، ار 75% نصف قطر القوس. يبقى انا كده مشيت فين؟ مشيت على القوس ده، يبقى كنت عند النقطه دي، كنت عند النقطه دي، وبعد كده جي 03 بعكس عقارب الساعه رحت ماشي على القوس ده لحد فين؟ لحد النقطه دي. النقطة دي إحداثياتها كام؟ إحداثياتها نفس الإكس اللي هي إكس صفر، الواي هي اللي اختلفت اللي هي المسافة دي، المسافة دي قد إيه؟ 75%، نزلت لتحت ده يبقى في السالب، يبقى سالب 75%، دي مين؟ دي الواي، والآر زي ما هي نصف القطر ده ثابت، نصف القطر اللي هو 75%، عشان كده كتبت آر 75%، كده عملت إيه؟ نص الدايرة، فاضل النص التاني، فاضل ده لسه ما اتعملش، ده الى الان ده معدن. يبقى هعمل ايه؟ يبقى اتحرك المره دي برضو عكس عقارب الساعه جي 03، ممكن ما اكتبهاش تاني، والواي بقى هي اللي هتختلف، واي 75. يبقى اتحرك كاني هتحرك من النقطه دي اللي انا واقف عندها، النقطه دي، الى النقطه اللي فوق دي، واتحرك عكس عقارب الساعه، يبقى همشي في الاتجاه ده. الواي بقى احداثيات الواي، يبقى جي 03 ممكن ما اكتبهاش تاني، الواي هتبقى واي 75 اللي هي المسافة دي، يبقى روح النقطة دي. الار ار 75، لازم اكتب الار تاني، ار 75%، يبقى كده عملت الدايرة كاملة فرغتها. طيب ممكن يبقى فيه جزء مثلا من المعدن او حسب نصف القطر بتاع التول او كاتنج تول، لو فيه جزء من المعدن تاني ممكن اعد عليه سايكل، بس واضح هنا من الابعاد هنا التين قطرها نص والدايرة كلها قطرها 2، يبقى مفيش أي معدن متبقي. يبقى كده أنا عملت مين؟ عملت الدايرة وفرغتها بعمق كام؟ تمام، العمق بتاعي اللي هو كان موجود فوق أهو اللي هو زد سالب نص، يبقى عملت الدايرة دي بعمق سالب نص في المعدن بتاعي. بعد كده أقوله جي 01 قطع واي صفر، هطلع لفوق، اطلع لفوق من النقطه اللي انا واقف فيها، انا واقف فين الى الان؟ واقف عند الحته، فهطلع لفوق من كاتنج تول، يبقى اقول له جي 01 واي 0، وبعد كده اطلع لفوق. يبقى كده انا كاني رجعت هنا، قطع
للنقطة دي، كأني خدت لو في أي معدن ولا حاجة خدته في طريقي، أو أنا عايز أرجع لنقطة الأصل بدل ما أنا هطلع لفوق وأداة القطع تحك بقى في الجوانب، الجانب ده بتاع مين؟ الجنب بتاع الماتيريال. فأنا إيه هبعد عنها شوية بحيث جيت هنا مفيش أي فراغ، أداة القطع بقى هتبقى بالشكل ده جاهز إن أنا أطلع لفوق. يبقى أقول له جي زيرو زيرو اطلع بسرعة مفيش مشكلة، إن مفيش معدن في الجناب. زد واحد هيطلع لنفس الزد اللي كان فيها في الأول خالص، ده زد واحد. يبقى كده كتبت برنامج في أقواس وفي لينير انتربوليشن وفي سيركولار انتربوليشن باستخدام الآر. طب تعالوا نعمل نفس اللي اتعمل ده بس باستخدام الآي والجي. نفس الكونديشنز هي هي بس باستخدام الآي والجي نشوف ايه اللي هيختلف. نفس البداية خالص ان انا هستخدم الآي والجي وعايز افرغ الجزئية دي، فأداة القطع هتمشي لفوق وبعد كده تمشي على القوس من دايرة. هنشوف نعمل ايه. جي زيرو زيرو جي تسعين زي ما هي، جي اربعة وخمسين اكس صفر واي صفر، جي تلاتة واربعين اتش زيرو واحد زد زد واحد، ام زيرو تلاتة اس سبعمية، جي زيرو وان زد سالب نص، اف ستين، جي زيرو وان واي خمسة وسبعين من مية، اف عشرين. الى الان مفيش اي حاجة اختلفت. يبقى انا كده واقف فين؟ واقف عند فوق. نزلت سالب خمسة في المعدن وطلعت لفوق، طلعت لفوق بالشكل ده، طلعت لحد هنا. بعد كده هعمل ايه؟ تمام جاهز ان انا اعمل الانتربوليش سيركو انتربوليش، يا اما كلوك وايز او كونتر كلوك وايز. خلينا كونتر كلوك وايز. جي زيرو تلاتة ايه اللي هيختلف هنا؟ جي زيرو تلاتة زي ما هي، واي سالب خمسة وسبعين من مية زي ما هي، لان انا هنزل لتحت هتحرك من هنا على القوس من دايره بالشكل ده لحد تحت. هنا مش هستخدم الار نصف القطر، امال هستخدم ايه؟ ارجع بقى احداثيات المركز بتاع القوس دي بالنسبه لنقطه البدايه. انا كنت موجود هنا في نقطه البدايه وكاني وصلت للمركز بالشكل ده، نزلت لتحت. يبقى الاي صفر زي ما هو، ما اتحركش لا يمين ولا شمال. امال ايه اللي اختلف؟ الجي. طب لتحت ولا لفوق؟ ده لتحت، مشيت لتحت. يبقى سالب ولا موجب؟ سالب. المسافه دي كام؟ المسافه دي 75 من 100. يبقى عشان كده كتبت جي سالب 75 من 100. يبقى اعتمدت على المركز ونقطه البدايه بتاعتي، كنت هنا نزلت كاني رحت للمركز بالفيكتور ده. احداثياته كام؟ الاي بتاعته صفر والجي سالب 75 من 100. طب عايزين نعمل نصف القطر التاني، او عايزين نمشي من هنا في الاتجاه ده واستخدم الاي والجي. نفس جي 0 3 هي هي، الواي بقى هتبقى كام؟ ايوه تمام، واي 75 من 100. طب هتبقى في اي؟ لا، ما اتحركتش لا يمين ولا شمال، اي صفر زي ما هي. امال ايه اللي اختلف؟ لو انا موجود عند النقطه دي، ادي نقطه البدايه بتاعتي، كاني اتحركت للمركز ده في الفيكتور ده. يبقى لفوق يبقى موجب، وفي اتجاه هو يبقى جي. المسافة دي كام؟ 75 من 100. يبقى هتبقى نفس الجي 0 3 هي هي، واي 75 من 100، اي صفر، وجي موجب 75 من 100 بالشكل ده. يبقى كده استخدمت الاي والجي. بعد كده هرجع لنقطة الاصل جي 0 1 واي صفر، كده جاهز ان انا اطلع بسرعة جي 0 0 زد واحد. يبقى كده عملت القوس بتاعي باستخدام الاي والجي سيركولار انتربوليشن. تعالوا كده نشوف بروجرام سيمبل بروجرام لسامبل بارت. افترض ان انا عندي بلوكه وعايز اكتب فوقيها الحرفين دول، حرف الام وحرف الدي فور ميكانيكال ديبارتمنت. فلازم احدد المسارات بتاعتي، بوزيشننج بقى، بروجرامنج فور بوزيشننج. بعمل بوزيشننج من نقاط دي، عايز اكتب حرف الام الاول، يبقى ابدا من النقطه الموضحه دي، بعد كده بي، بعد كده سي، بعد كده دي، بعد كده اي. كده كتبت حرف الام. وبعد كده هروح عشان اكتب حرف الدي، هبدا من نقطه اف، وبعد كده هعمل القوس وارجع للنقطه اتش، وبعد كده اروح للنقطه اف، او ممكن اتحرك من اف لاتش وبعد كده من اتش لاف، بس على هيئه نص دايره او قوس من دايره. تعالوا كده
نكتب البرنامج، يبقى كده قبل ما نكتب البرنامج لازم نحط الكوردينس بتاعتنا. هنعمل جدول بالشكل ده ونحط فيه كل النقاط بتاعتي، يبقى كده انا خططت للمسار بتاعي التول باث. النقطة ايه احداثيتها؟ طبعا هاخد نقطة الاصل، نقطة الاصل هتكون في عند الكورنر بتاع البارت ده، هقول الاي دي الاكس بتاعتها نص، الواي بنص، النقطة بي هتكون الاكس بتاعتها نص، نفس الاكس هي هي ما تحركش في اتجاه اكس، والواي بتاعتها 1.5. يبقى كده نقطة الاصل فين؟ تمام، نقطة الاصل واضح انها عند الكورنر ده، دي نقطة الاصل. اتجاه اكس فين؟ اتجاه اكس هو ده. اتجاه واي فين؟ اتجاه واي هو ده. يبقى بيزد على الكلام ده حطيت التيبل هنا الاكس وهنا الواي. بعد كده يبقى البي اخر حاجة انا عندي البي، الاكس بتاعتها نص والواي 1.5. بعد كده السي 0.875 والواي 1، حركت 1. بعد كده النقطة دي الإكس 1.25 والواي 1.5، النقطة إي الإكس 1.25 الواي نص، النقطة إف الإكس 1.75 الواي 1.5، النقطة إتش الإكس 1.75 ده نفس الإكس بتاعت الإف، والواي هتبقى نص. بعد كده النقطة أي اللي هي بين الإف وبين الإتش دي هتكون الاكس بتاعتها نفس الاكس بتاعت الاف والاتش، والواي بتاعتها 1. تعالوا كده نكتب البرنامج، ادي رقم السطر، وبعد كده جي 90 ابسولوت كوردينيتس، حاطط هنا سيمي كولون عشان اللي هيتكتب ده يعتبر كومنتس، اللي باللون الاخضر ده كومنتس مش هيتنفذ، ولكن للايضاح عشان نفهم كل سطر، بعد كده مش لازم نكتب الكلام ده. السطر اللي بعده M06 بقى change the tool، هات التول رقم 1، استخدم التول رقم 1 عشان اكتب حرف ال M وحرف ال D، يبقى معنى M03T1 ده load tool number 1. السطر اللي بعد كده ما دام غيرت التول لازم اعمل length compensation، اعمل الهايت بتاعي G43 ده الكود اللي يعملها، H01 عشان التول رقم 1 يبقى offset tool number 1. بعد كده هشغل spindle clockwise واكتب الاس اس 3000 ار بي ام، يبقى السطر ده معناه تيرن سبندل اون تو 3000 لفه في الدقيقه. بعد كده جي 00 هتحرك في الهواء زد 1/10، يبقى هينزل لتحت ويقف فوق المشغوله بتاعتي بمقدار 1/10 انش، لو هشتغل بالانش يبقى رابيد تو 0.1 اباف بارت. بعد كده اتحرك برضو بسرعة جي زيرو وزيرو، روح للإكس والواي دول، إكس نص واي نص، يبقى كده راح فين؟ هو كده فوق النقطة إيه، يبقى اتحرك لحد فوق النقطة إيه هنا، يبقى هو فوق المشغولة دي، لسه ما نزلش في المعدن أو الماتيريال، يبقى رابيد تو بوينت إيه. كده إحنا جاهزين ننزل، ما دام هننزل في المعدن يبقى جي زيرو واحد بقى ما نزلش بسرعة، جي زيرو وان زد لحد العمق المطلوب، عايز مثلا سالب 0.0625. وما دام هتحرك في المعدن لازم الفيد بتاعتي G01 الفيد F9، يبقى كده بلانج 1/16 انش بالفيد بتاعتي 9 انش بير مينت. الخطوة اللي بعد كده يبقى كده انا نزلت في النقطة، عايز اتحرك للنقطة B، يبقى G01 برضه واكتب الاكس والواي بتاعتها، اكس نص وواي 1.5، نفس الاكس هي هي اللي اختلف الواي 1.5، يبقى كده انا اتحركت من النقطة A الى النقطة B، فين؟ في المعدن، يبقى اتحركت على الخط الاحمر ده من A ل B. بعد كده عايز اتحرك للنقطة C، يبقى كلها هتغير احداثيات الاكس والواي، جي 01 زي ما هي اكس 0.875 واي 1، يبقى ستريت لاين interpolation 2.c. بعد كده هتحرك النقطة اللي بعدها النقطة دي، اللي هتغير هو ال
الكارتيزيان كوردينس اكس والواي، بس ستريت لاين انتربوليشن 2 دي. بعد كده برضو هستمر في ستريت لاين للنقطه اي، وبعد كده ريتراكت كاتنج تول هطلع بقى ليه، لان انا خلصت حرف الام. لو رحت لحرف دي كده انا هنزل في المعدن، فمحتاج اطلع في الهواء. G01 Z.1، يبقى كده انا فوق المشغولة بتاعت فوق سطح الشغلة بمسافة 1/10 انش، يبقى ده Retract Cutting Tool، يبقى ده Retract Level او Retract Point 0.1. كده انا هروح لأي نقطة بقى، ال H او ال F او ال I براحتي. هروح مثلا للنقطة F، هبدأ من عند النقطة F بداية حرف ال D، فاقول G00 وانا في الهواء، يبقى بسرعه G00 والاكس والواي بتاعتي رابط 2.f. بعد كده G01 الزد بتاعتي هنزل بقى في المعدن نفس العمق اللي احنا قلنا عليه 1/16 انش بنفس الفيد F9، يبقى بلانج ات 9 انش ده الفيد بتاعتي، سرعه التغذيه هينزل ب 9 انش لكل منت. بعد كده هتحرك بقى لينا انتربوليشن G01 للنقطه اللي بعدها اللي هي نقطه H، هينزل لتحت اكس 1.75 من 100، نفس الاكس بتاعتي اللي اتغيرت هي الواي، واي بنص. انا شغال خلي بالك ابسولوت بروجرامنج G90 فوق، ما غيرتهاش لسه. بعد كده بقى عايز اعمل القوس، قوس من دايره بقى سيركلر انتربوليشن. انا عندي النقطه اف اتش، معذره عندي النقطه اتش وعايز اتحرك لنقطه اف، يبقى اتحرك عكس عقارب الساعه من اتش ل اف، يبقى ده سيركلر انتربوليشن كاونتر كويز. بستخدم G03، G03 والاكس والواي بتاعتها، بستخدم بقى الجي هنا عشان نفهم الجي اكتر مش الار. يبقى انا كاني هتحرك ازاي بالنسبه للبدايه عن نقطه عن المركز، يبقى كاني هتحرك ايوه تمام لاعلى، اعلى موجب يبقى في اتجاه الواي، موجب يبقى موجب. هل هتحرك الاكس اتحركت؟ لا، يبقى الاي بصفر، مش لازم اكتبها ما دام بصفر، يبقى اكتب الجي على طول. المسافه دي كام؟ نص، يبقى جي موجب نص، عشان كده كتبت J.5، يبقى ده كاونتر كلوكوايز سيركلر انتربوليشن. طبعا لو هعمل الار كل اللي هيختلف، بدل جي نص هكتب نصف القطر ار بنص، بس ده اللي هيختلف لو هستخدم الار. يبقى كده عملت القوس وكتبت حرف الدي. بعد كده هعمل بقى اطلع لفوق ريتراكت كاتنج تول G01Z.1، كده طلعت لفوق فوق مستوى الشغله. خلاص كده انا كتبت حرف الام وحرف الدي، جاهز ان انا احرك الكاتنج تول لاي عمليه اخرى او اوديها الهوم بتاعه المكنه. هقول له مثلا خلاص بقى السبندل شغال الى الان، اقول له M05 اطفي السبندل بتاعي، وبعد كده ارجع التول مكانها M06. يكفي ان انا اكتب M06، او ممكن اقول له T00، معناها ودي التول ما تجيبش اي تول تانية. بعد كده G00 روح بسرعة X4، أي أبعاد أنا عايزها، X4 Y3 Z3 Move Table to Unloading Position، ده Unloading Position بتاعي. وبعد كده أنهي البرنامج M02 End of Program، أو ممكن M30 لو أنا هكرر البرنامج تاني ده على مشغولة أخرى. أتمنى تكون المحاضرة واضحة، وأشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة. شكرا لحسن استماعكم.